أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق لم يصدر أي كمية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن صدر لها 42 ألف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية اليومية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغ نحو 5,390,000 ألف برميل، مرتفعة بمقدار 383 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ أكثر من 5 ملايين برميل. قالت وزارة المالية الحالية إن صلاحيات الاقتراض ضمن القرارات الحكومية الأخيرة هي جزء من الموازنة التي أقرها مجلس النواب لمعالجة الفترة الانتقالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت الوزارة الحالية إن معلومات كاذبة انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخويل الاقتراض الممنوح إلى وزير المالية الحالي وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة. وأضافت أن الدافع وراء هذه الأخبار الكاذبة هو الدعاية الانتخابية فقط. وأشارت الوزارة الحالية أنه يحق للجمهور معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض على الرغم من ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى إضافة النفقات الجارية ونفقات الاستثمار وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى. قالت مديرية الجمارك في كردستان العراق إن الواردات المالية ارتفعت خلال شهر أيلول الماضي إلى أعلى مستوياتها. وأضافت المديرية في بيان أن الواردات المالية المستحصلة من الجمارك في كردستان العراق خلال شهر أيلول بلغت 120 مليار دينار، وأنه من المؤمل تحقيق نسبة زيادة جديدة بالواردات خلال الأيام والأشهر المقبلة. قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن حجم الاستثمارات الدولية والمباشرة في تركيا ترتفع بشكل مضطرد. وأضاف أوغلو أن تركيا تحتل المركز الثالث على العالم في السياحة الطبية، وتستهدف تحقيق 20 مليار دولار عائدات من هذا القطاع في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المراكز الطبية والأطباء في تركيا من بين الأفضل في العالم، وفي نفس الوقت بثلث التكلفة الأوروبية. أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.4% على أساس سنوي خلال أيلول الماضي. وأرجع يوروستات ارتفاع التضخم بشكل أساسي لارتفاع أسعار الطاقة إلى 17.4%، وتشهد دول التكتل ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة من كهرباء ووقود، حيث تعاني العديد من الدول نقصا كبيرا في الإمدادات. وحسب البيانات فإن نسبة التضخم باستثناء الطاقة بلغت 1.9% في أيلول 2021، وسجلت أستونيا أعلى معدل للتضخم، تلتها ليتوانيا ثم سلوفاكيا، فيما كانت مالطا هي الأقل. أغلق النفط فوق مستوى 78 دولارا للبرميل الواحد ليكون قريبا من أعلى مستوى في 3 سنوات، والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مدعوما بتوقعات أن وزراء أوبك سيحافظون على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج. وارتفع خام برنت إلى 79 دولارا و28 سنتا، وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 75 دولارا و88 سنتا. وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا إن التزام أوبك بالمتفق عليه سلفا وتطبيقها فقط الزيادة المخطط لها البالغة 400 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني، فإن أسواق الطاقة ستشهد قريبا أسعارا للنفط عند 90 دولارا، مضيفة أن أي زيادة أقل من 600 ألف برميل سترفع الأسعار. نهاية الأخبار الاقتصادية، إلى اللقاء.